ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا من الحلقة اللي فاتت. قصتنا بعنوان اغتصاب وزواج اجباري بقلم الكاتبة الجميلة فاطمة قنيبر. بس قبل ما نبدأ، اللي مشتركش في القناة ينزل يشترك بسرعة ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد بنقدمه. ويلا بينا نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام ونكمل قصتنا. وركبوا مع بعض العربية، وبعد شوية سألت سيرين أمال فين منير يا سليم، ولما لقته مش بيرد عليها قلقت شوية وبصت له وقالت في ايه يا سليم، فين منير أخويا؟ ما كنتش عايزة أقولك دلوقتي يا سيرين، بس منير اتقبض عليه في قضية أكل. اتصدمت سيرين من اللي سمعته وقالت وهي بتشهق ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ آسف يا سيرين، بس دي الحقيقة، اتهموه بقتل رندا مرات خالك سالم، بس أنا قومتله محامي كويس وإن شاء الله هيترافع عنه، ما تقلقيش. منير مستحيل يقتل، قالت كده وهي بتبكي. فحزن سليم جدا عليها وقرب يده عشان يلمسها، ولكن اتردد وبعدها بسرعة قبل ما تلاحظ وقال اهدي يا سيرين، ما تقلقيش على أخوكي، إن شاء الله هساعده لحد ما يخرج، ممكن توديني عند ماما؟ فسكت سليم للمرة التانية لأنه مش عايز يقول لها بمرض والدتها. فقالت له ساكت ليه؟ حاضر هتروحي لها. ماشي يا سليم، بس هي في المستشفى. إيه؟ إيه اللي حصل لها؟ ومن إمتى وهي في المستشفى؟ حكى لها سليم كل حاجة حصلت من وقت الاتصال اللي جه لأخوها في أستراليا لحد اليوم ده. فبكت سيرين وقالت ليه ما حدش قال لي؟ ازاي منير ما يعرفنيش؟ خاف عليك يا سيرين. طب ممكن توديني لماما وترجع توديني أشوف منير أخويا؟ زادت دقات قلب سليم بسبب توسلاتها لي، وقال لها بابتسامة حاضر من عينيا. وبنروح لرامي اللي كان بيبص لزوجته وحبيبته اللي قاعدة في الأرض وبتبكي بشدة. فقال لها بحزن من لما رجعنا من عند الدكتور وانتي ما بطلتش عياط يا سلمى، آخر أمل ليا ضاع خلاص. انتي عارفة يا سلمى أنا أيوة زعلان إني مش هبقى أب، بس وجودك معايا معوضني عن كل حاجة في الدنيا. يعني انت مش هتفكر تتجوز عليا؟ انتي هبلة يا بنتي، انا مقدرش اعيش من غيرك. كان نفسي يبقى عندي طفل ويقول لي يا ماما واهتم بيه واحبه اكتر منك. تحبيه اكتر مني؟ طب كويس ان احنا مش هنخلف بقى عشان تفضلي تحبيني انا. بصت له بابتسامة وقالت خلاص ما تعصبش نفسك، عمري ما هحب حد قدك. وحضنها رامي وهو بيقول ايوه كده، ما تحبيش حد غيري. يلا قومي يا حبيبتي نامي وانا هروح الشغل، وابقى عدي عليك نروح نقعد مع ماما شوية. بس يا رامي انا عارفة ان مامتك ما بتحبنيش ومش هقدر اروح معاك. ما تقوليش كده، هي بتحبك بس هي كبرت في السن ولازم نستحملها. استحمل اي حاجة عشانك، بس عشان خاطري روح لوحدك النهاردة. خلاص يا حبيبتي اللي انت عايزاه. وبنروح لفرح اللي صحيت من النوم وحست بتعب في كل جسمها، وشتمت فارس في نفسها على كل اللي عمله معها في الليلة السابقة، وقامت بتعب عشان تاخد شاور. اما فارس فكان قاعد تحت وهو بيتكلم في التليفون وبيقول بغضب قلتلك الواد ده انا مش عايزه، خلاص اتصرفي اعملي فيه اللي تعمليه، هعمل لك كل اللي تطلبيه بس حاولي تخلصيني منه دلوقتي. لا اوعي تيجي هنا، انت عايزه فرح تشوفك وتخرب كل اللي بنعمله. طيب انا حاسس انها جايه، قال كده وانهى اتصاله بمجرد ما حس ان فرح نازله من على السلم، وبقى بيبص لها من فوق لتحت وكانه بيتفحصها. فقالت مالك بتبصلي كده ليه؟ اقعدي افطري.
قعدت فرح جنبه وقالت بتوتر: انا عايزه اشوف ابني. بص لها فارس بلا مبالاه وكمل اكله، فقالت بصوت عالي: على فكره مش من حقك تحرمني من ابني، مش كفايه اللي انت بتعمله فيا؟ انت ما تستاهليش تقعدي معايا على الاكل، انا غلطان. لما شفتك امبارح معايا مسلمالي قلت اكيد عرفت غلطها. انت بني ادم زباله وحيوان. فسحب فارس ايدها ورماها على الارض وقال لها: انت ما تقعديش معايا على سفره تاني، انت مكانك على الارض تحت رجلي والسرير وبس. ابوس ايدك يا فارس، هاتلي ابني، انت كده بتحرق لي قلبي. هو ابنك انت كمان على فكره. بص لها فارس بنظرات كلها شر وقرر انه يخرج قبل ما يعمل حاجه يندم عليها، فتوجه للباب وخرج. ولكن استدار ليها تاني وكانه افتكر حاجه، فقال لها: انا رايح الشركه، عايز ارجع الاقيك في حال احسن من كده، عشان المحامي جاي معايا يفتح الوصيه، ولو غلطت باي حاجه قدامه اقسم بالله ما هتشوفي ابنك تاني. وخرج ورزع الباب بشده وراه. وصلنا ياسرين. اهي دي المستشفى اللي ماما فيها؟ ايوه، يلا انزلي. ونزلت سيرين ودخلت لوالدتها اللي ما شافتهاش ليها سنه، وزعلت جدا من رؤيتها على الحال ده، لانها نايمه على السرير ومش قادره تتحرك وكانها شبه ميته. فقعدت جنبها وعينيها مليانه بالدموع وبتحاول تسيطر على نفسها قصاد والدتها، وقالت: ماما ماما يا حبيبتي سيرين بنتي، وحشتيني يا ماما، ما كانش نفسي اشوفك في الحاله دي. خلي بالك على نفسك يا سيرين وعلى اخوكي، انتي هتقومي يا حبيبتي وهتخلي بالك علينا. مش باين يا بنتي. وبصت بهية لسليم اللي واقف ومستند على الحيطه، وحست بحاجه غريبه، فشاورت عليه بايديها وهي بتنتب بكلام غير مفهوم. فبصت سيرين للمكان اللي والدتها بتبص له، ووقع نظرها على سليم اللي كان متوتر جدا وضربات قلبه بدأت تزيد. وفضلت بهية على حالها بتحاول تتكلم ولكن مش قادرة، فقالت سيرين: مالك يا ماما؟ ده الدكتور سليم صاحب أخويا. وحست بهية بنفسها اللي بيضيق وما قدرتش تكمل جملتها وراحت للي خالقها. فصرخت سيرين بأعلى صوت وهي بتنادي وبتقول: ماما ماما. وقرب سليم ووضع الغطا على بهية، فبعدت سيرين الغطا وصرخت فيه وقالت له: ابعد، ايه اللي انت بتعمله ده؟ ماما لسه عايشة. اهدي يا سيرين. ما اهتمتش سيرين بكلامه وبصت لوالدتها بعيون مليانة بالدموع وبتكلمها وبتقول: انت عايزة تسيبيني انت كمان؟ مش كفاية بابا ومنير؟ قومي عشان خاطر يا ماما، مش هزعلك تاني والله. قومي يا ماما، هسمع كلامك في كل حاجة. قومي معايا يلا يا سيرين. ابعد عني، ماما لسه عايشة. تعرفي يا سيرين، انا كمان ماما وبابا ماتوا وسابوني، انا كمان وحيد، بس انتي لسه عندك اخوكي، اخوكي اللي بيحبك، وانا كمان انا عمري ما هسيبك لوحدك ابدا. اهدي يا سيرين وحاولي تتماسكي، وانا هقوم احضر للدفن. ومشى سليم وساب سيرين اللي قاعده جنب والدتها وبتبكي بشده. هتفضل لحد امتى كده يا رامي يا ابني؟ مالي يا ماما؟ ما انا كويسه اهو. بس انا مش كويسه. فجري عليها رامي وقعد جنبها ومسك ايديها وقال: مالك يا ست الكل، ايه اللي تعبك؟ انت اللي تعبني. ففهم رامي قصدها وهب واقف واتكلم بصوت عالي: انا قلتلك قبل كده كتير اني مش هتجوز على مراتي، انا عمري ما هبعد عن سلمى يا ماما. ومين قالك ابعد عن زفتة؟ انا كل اللي عايزاه منك انك تتجوز ريم بنت خالتك
وتجيب لي منها حتة عيل أشيله وأفرح بيه قبل ما أموت يا ابني. وبعدين ريم بنت خالتك كانت متجوزة قبل كده ومخلفة، يعني ضامنين 100% إنها هتخلف وإنها بطنها ولادة زي وزي أمي وزي إخواتي. عايزك تفهمي حاجة واحدة، لو ما خلفتش طول عمري من سلمى مستحيل أتجوز عليها عشان أخلف من غيرها. سلمى أهم عندي من أي أولاد. وسابها ومشي قبل ما ترد، فاتكلمت أم رامي بمنتهى الحزن وقالت: مش عارفة ليه حاسة إن البت دي عاملة لك عمل يا ابني، أنت عمرك ما رفعت صوتك عليا بالطريقة دي. وبنروح لرامي اللي كان ماشي في الطريق بعد ما ساب والدته وفضل إنه يتمشى شوية، وكان بيفكر في والدته اللي عايزة تجوزه علشان الخلفة، وزوجته حبيبة قلبه اللي بيحبها وهي بتنهار قصاده، فكان بيفكر إنه يلاقي حل عشان يسعد الجميع، لحد ما سمع صوت طفل صغير وهو بيبكي، فحس كأنه في حلم وكمل طريقه. وبعدها بلحظة سمع نفس الصراخ للمرة التانية وتوجه للاتجاه اللي جاي منه الصراخ، ووقف مصدوم واتسعت عينيه لما شاف طفل صغير في لفة بيضة قصاد الملجأ. والحد هنا خلصت حلقتنا، بس قصتنا لسه ما خلصتش. تفتكروا مين رامي وسلمى وايه دورهم معانا في القصة؟ وهل دورهم هيكون سلبي ولا ايجابي؟ وفارس ايه سبب تمسكه بفرح كده؟ تفتكروا يكون بيحبها؟ ولو كده فعلا هي هتقدر تغفر له الدمار اللي سببه ليها؟ وابن فرح مصيره ايه؟ اكتبوا لي توقعاتكم تحت في الكومنتات، اكتبوا لي توقعاتكم في الكومنتات، وما تنسوش تدعموني بلايك على الفيديو واشتراك في القناة لو انت مش مشترك فيها، فهيفرحني اشتراكك جدا وانضمامك لعيلتنا. بحبكوا قوي، مع السلامة.